لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب SolidWorks 3D وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وتعم الفائدة. سنبدأ برسم برغي شق M3. من المستوي Top Plane نرسم دائرة من مركز الإحداثيات. من سمارت دايمنشن نحدد قطر الدائرة 3 ملم. من فيتشر نضغط اكسترود باس بمقدار 19 ملم. من احد سطوح الاسطوانة نفتح سكتش ونضغط convert entities. نلاحظ حواف الدائرة اصبحت غامقة. نضغط اكسترود باس بمقدار 3 ملم ونضغط درافت اوتورد بمقدار 30 درجة. من السطح العلوي نفتح سكتش ونقوم برسم مستطيل. من سمارت دايمنشن نحدد ابعاد المستطيل. من فيتشر نختار اكسترود كات بمقدار 1 ملم ونحدد دريفت بمقدار 4 درجة. من السطح الثاني للاسطوانة نفتح سكتش ونضغط convert entities ونلاحظ حواف الدائرة اصبحت غامقة. من فيتشر نختار اكسترود باس بمقدار 7 ملم ونختار دريف بمقدار 12 درجة. من فيتشر نختار فيليت ونضغط على الحافة بمقدار 66 ملم. سنبدأ الآن برسم الشرار. من فيتشر نختار ريفرنس ونحدد المستوي توب بلان ونحدد البعد المطلوب. من بلان نقوم بفتح سكتش جديد. نقوم بتحديد الدائرة المراد رسم الشرار منها ونضغط convert entities. نلاحظ ان الدائرة المطلوبة اصبحت بلون غامق. من فيتشر نضغط سيرفيس ونختار هيليكس اند سبرايل. من كونستانت بيتش نختار الخطوة 2 ملم وعدد اللفات 11 لفة ونحدد درجة 0. من فاريابل بيتش نحدد قطر كل لفة في الشرار. نقوم بتحديد قطر كل لفة في الشرار. نلاحظ كيف أصبح شكل مسار الشرار. نضغط OK. نفتح سكتش من المستوي Front Plane ونرسم مثلث من نهاية مسار الشرار. سمارت دايمنشن نحدد أبعاد المثلث 0.6
والضلع الثاني 075. نحدد الضلع الثاني والثالث ونضغط equal. من فيتشر نختار سويبت باس، ثم نحدد المثلث، نحدد المسار المراد رسم الشرار عليه، نضغط اوكي. اصبح لدينا البرغي المطلوب. اصبح لدينا الشكل المطلوب، برغي الشق الخشبي بشرار غير كامل.